أنا اسمي كنان، عمري 12 سنة. أنا جاي أحكي لكم اليوم شو سوى فينا الاحتلال الصهيوني المجرم، كيف تسردنا لملاجئ الإيواء. وأنا كمان بدي أحكي لكم، أنا بحكي مع طيري بركي هو يفهمني، لأنه العالم هو كل ما فهمني. إنه أنا اليوم جاي أحكي لكم بالإنجليزي عشان إنه بهاي اللغة هي اللغة اللي كل الناس بيعرفوها، وبدي أفهمكم وأعرفكم شو سوى فينا الاحتلال الصهيوني، أحلامنا وكيف دمر أحلامنا وطموحاتنا. زي أنا كل إحنا حرام فلسطين نحلم، زي أنا صاحبي وصحابي اللي ماتوا كلهم دفنوا أحلامهم، وأنا كمان دفنت حلمي معاهم، لأنه إحنا ليش إنه أحلم وأطمح عشان ممكن إنه أموت الثانية يروح كل هذا التعب وكل هذا طموح كل هذا التفكير. Thousands of Palestinian children were killed. Please stop killing us. We are not animals. We are humans. We have the right to live safely. The sky in Gaza rains fire. Please